بالنسبة للفرنسي، if the number is positive، إذا كان العدد positive، add the number to the variable positive sum، ضيفة إلى متغير اسمه positive sum، يعني مجموع الأعداد الموجبة. else add the number to variable اسمه negative sum، ضيف العدد إذا كان سالب إلى مجموع الأعداد السالبة. يمتى يكون العدد positive أو negative؟ يكون العدد positive إذا كان أكبر من صفر. فإف number greater than أكبر من zero، ضيف النمبر. راح استخدم تعليمة الإسناد والجمع مباشرة، لأن أنا راح أجمع نفس المتغير. فالنمبر زائد يساوي positive، هذه التعليمة نفسها. إذا كتبت التعليمة positive sum يساوي positive sum زائد number، نفس التعليمة. الاختصار استخدم تعليمة الجمع والإسناد. إذا كان النمبر أكبر من صفر معناته positive، راح أضيفه إلى المتغير اللي اسمه positive number. else النمبر زائد راح أضيفه إلى المتغير اللي اسمه negative sum. بالنسبة للفرع D، if the slope is less than 0.5، إذا كان عندي متغير اسمه slope هو أقل من 0.5، خلي المتغير اللي اسمه flag قيمته صفر. عندي متغير اسمه flag أخلي قيمته صفر، وإلا خلي قيمة المتغير flag تساوي واحد. فإف أجي أختبر الشرط مالتي، if slope هو أقل من 0.5، أقل من 0.5 الفلاج راح يساوي 0، else الفلاج راح يساوي 1. عندي متغير اسمه فلاج خلي به القيمة 0، وإذا كان لا مو أقل من 0.5 الفلاج راح يساوي 1. if the difference between E، في رأيي if the difference between slope 1 and slope 2، فكان عندي متغير اسمه slope 1 متغير ثاني اسمه slope 2، وكان الفرق بيناتهم أقل من 0.001، أقل من 0.001، say the variable approx. عندي متغير اسمه approx خلي لي بيه القيمة 0، وإذا لا ما تحقق هذا الشرط احسب لي المتغير approx باعتماد على الكمية slope 1 ناقص slope 2 تقسيم 2.0. فأجي أكتب الشرط، إذا احنا difference between slope 1 slope 2 يعني slope 1 ناقص slope 2 أقل من 0.001، روح خليه بالمتغير approx القيمة 0، وإذا لا خليه بالمتغير approx القيمة slope 1 ناقص slope 2 divided by 2.0. فرع F، if the frequency is above 16، إذا كان الفريكوانسي التردد أكثر من 60، display the message، اطبع لي الرسالة the frequency is too high، الفريكوانسي عالي جدا. هذا عندي if بدون else، فقط if وحدة. if frequency أكبر من 60، إذا كان الفريكوانسي above 60، see out the frequency too high، is too high. فرع G، if the difference between temp 1 and temp 2، إذا كان الفرق بين درجة الحرارة الأولى ودرجة الحرارة الثانية exceeds 2.3، يعني يتجاوز 2.3، احسب لي المتغير error، calculate the variable error. على أساس أحسبه؟ على أساس المعادلة temp 1 ناقص temp 2 في factor، درجة الحرارة الأولى ناقص درجة الحرارة الثانية في المتغير اللي هو فاكتر. فأجي أكتب الـ F، if temp 1 ناقص temp 2 أكبر من 2.3، روح خلي بمتغير error temp 1 ناقص temp 2 في فاكتر. بالنسبة للـ H، if X is greater than Y، إذا كانت الـ X أكبر من الـ Y، والـ Z هي أقل من الـ 20، والـ Z less than 20، الـ Z هي أقل من 20، request the user، أطلب من الـ user input a value، ادخال قيمة المتغير ب، ادخال قيمة المتغير ب. هنا راح يصير عندي شرطين مع بعض تربطهم عبارة and، تربطهم العفو العامل and. فإذا راح افتح قوس ال F وابدي كل واحد اخليه قوس الوحدة، ما اخليهم كلهم ضمن قوس واحد ضيع علي الامور. فخلي ال X اكبر من Y ضمن قوس، and ال Z اقل من ال 20، اذا كانت ال X اكبر من ال Y و الزت أقل من 20، سي أوت إنتر فاليو أو بي سي إن بي، راح أطلب من المستخدم يدخل لي قيمة البي. فرع أي، إف ديستانس إز جريتر ذان 20، إذا كانت المسافة متغير اسمه ديستانس هو أكبر من 20 وأقل من 35،
أكبر من 20 وأقل من 35 request the user to input value for the variable time. أطلب من المستخدم أن يدخل قيمة المتغير time. فشون أصير فرع I إذا distance أكبر من 20 هذا يخليها بين قوسين and distance أقل من 35 أيضا يخليها بين قوسين. راح أطلب من المستخدم interval of time دخل لي قيمة time.